السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ما الفرق بين النعمة والنعيم في الاستعمال القرآني؟ كل نعمة في القرآن إنما هي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعها، يطرد ذلك ولا يتخلف في مواضع استعمالها مفردا وجمعا، كقوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. أما صيغة النعيم فتأتي في البيان القرآني بدلالة إسلامية خاصة بنعيم الآخرة. طرد هذا ولا يتخلف في كل آيات النعيم، وعددها 16 آية، كقوله تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم، وقوله تعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم، وقوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.